ضيفتنا اليوم في برنامج The Stars هي شعرة. هي كانت حلمة في البداية أكيد. وين معناها معروف غاديك ملاعبة على الأخر، معناها قوية على الأخر غاديك. لأن البيوت تموت إذ غاب سكانها. هار من هار جي خرج لي الحكم على خاطر عمري أقل من 18 سنة. تشاركوا معنا على برنامجها اللي هو thestars.nisa@gmail.com الايميل تاعنا والعدريك باش تاعنا فيسبوك اللي هو thestars.